أول ما سمعت كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبادر إلى ذهني مباشرة أن هذه عبارة عن لجنة تسعى لنشر التنصير في البلدان الإسلامية تحت غطاء المساعدات الإنسانية. ولكن كنت قد قرأت قبل فترة أيضا مقال لأحد الجهاديين وهو يتكلم بعنوان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويتحدث فيه عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، وأنها لجنة خاصة بالمساعدات الإنسانية، وأنها لجنة محايدة ولا تنحاز لأي أحد، وأنها لجنة إنسانية بحتة ليس لها علاقة بالمجال التنصيري وما أشبه ذلك. يوم من الأيام كذلك التقينا بالدكتور عبد الوهاب الحميقاني وتحدثنا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبادر أحد الحاضرين وقال هذه لجنة تنصيرية، فرد عليه الدكتور أن هذا الكلام غير صحيح وأنها لجنة دولية تختص بالمساعدات الإنسانية وكذلك تقدم العون للمشاركين في النزاعات المسلحة. على أثر ذلك كان نقاش اشتد من الحاضرين مع الدكتور حول شارة الصليب وأنها علامة على الصليب، فكان الرد أن هذا الكلام غير صحيح وأنها هي شارة وعلامة وأنها مقلوب العلم السويسري. بعد ذلك عندما حدثت الأحداث الأخيرة في شمال اليمن في منطقة دماج عندما اعتدى الحوثيون على المجموعة من السلفيين في دماج، عند ذلك كثير من السلفيين كانوا يتخوفون من عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكان في أنفسهم شيء، فكان لنا دور في توعيتهم وأن يعني لا بأس بالتعاون مع هذه اللجنة ولا حرج عليكم في ذلك، فهي لجنة دولية محايدة ولا تقف مع أي طرف ولا تنحاز لأي طرف. وفعلا الحمد لله كان يعني الإخوة قد تقبلوا هذا الكلام وتم التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أحسن ما يكون. بعد ذلك تم ترشيحي وقبولي للمشاركة في الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني في بيروت التي أقيمت في شهر فبراير عام 2014 ميلادية. شاركت في هذه الدورة على مدار ومدى أسبوعين كاملين، استفدت منها كثيرا في جانب القانون الدولي الإنساني وعن الأماكن والأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني، وكذلك عن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما استفدنا كذلك في موضوع العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والإسلام، وكذلك أخذنا لمحة عن عمل المحكمة الجنائية الدولية وعن تطور القانون الجنائي الدولي. حين كنت في بيروت في أول يوم لحضور الدورة أعطينا عدة من الكتب والمقررات، فأنا صورتها بالجوال ثم رفعتها على صفحتي في الفيسبوك، فكثير من أصدقائي في الفيسبوك انتقدوا انتقاد عنيف وشديد، كيف أنت تشارك في دورة تبع الصليب الأحمر وهذه اللجنة التي هي صليبية، ودليل على ذلك شعارهم أنه الصليب. فكنت أبين لهم وأناقشهم، وعلى مدار أسبوع كامل ونحن في نقاشات على الفيسبوك في هذا الموضوع إلى أن اقتنعوا. الحقيقة أن الصليب الأحمر أو هذه الشارة هي جاءت عندما رفع هذه الشارة تاجر السويسري هنري بونان في معركة سولوفيرينو في عام 1859 ميلادية، المعركة التي كانت بين النمسا وإيطاليا وراح ضحيتها أكثر من 6000 قتيل وأكثر من 2000 جريح. فرفع هذا الشعار وهو مقلوب للعلم السويسري ليس له علاقة بالصليب، من باب أن تصبح هذه علامة وإشارة على أن هذه أما يعني حركة أو موظفين أو عمل مقدس محايد ليس له أي علاقة بأي طرف من أطراف النزاعات المسلحة. كذلك هو موجود يعني علامات أخرى مثل علامة الهلال الأحمر وهو مقلوب العمل العلم التركي، وهناك إشارات أخرى، فهي عبارة عن إشارة وليس لها أي علاقة بجانب الصليب أو الاعتقاد الديني وما أشبه ذلك. نحن نرحب بأن نتعاون مع اللجنة الدولية في المرحلة القادمة